نجح نجاح كتير قوي، ففي ناس ممكن تكون ما حبتش ده مثلا، او شايفة النجاح بالطريقة القديمة افضل. لازم للاسف الشديد لازم ندور على حاجه، في ناس متخصصه ما شاء الله في الموضوع ده. افهات الدكتور ربيع هي موجوده في السكريبت بقى مش ولا دايما؟ كانت ارتجال؟ مش دايما. اه في حاجات بتبقى انا موجوده سمعت عشان حاجات نشوف. انك ما بتقراش سكريبت احيانا، بس ما اعرفش ده حقيقي ولا لا. اه كله بيبقى ارتجال تقريبا. اه في كده اه وفي لا، يعني احنا بنقعد نعمل بروفه واثنين وثلاثه قبل ما نعمل المشهد، ففي افهات بتطلع في البروفه، في البروفه الثانيه بتطلع افهات جديده، في البروفه الثالثه بتطلع افهات جديده، خلاص اتفقنا بنقوم نصور. اوكي. اه يعني خلاص بيبقى متفق عليها. بيبقى متفق عليها. اه بس الورق الناجح هو الورق بالنسبه للضحك، يعني هو الورق اللي يسيب مساحه للممثل، يعني هو الموقف بيضحك، المؤلف بيكتب موقف يضحك. خلاص زي مثلا العتره، الطفل الصغير ابن الكبير لما اديله حاجه هيبقى كبير، هيبقى كبير بقى لفين؟ هيبقى كبير مين الممثل اللي هيعمله كبير؟ هيبقى كبير لغايه ايه؟ هيبقى كذا. دي حاجات بقى بيحطها الممثل، عشان كده في فرق كبير جدا في السعر كمان ما بين الكوميديان اللي بيضحك والكوميديان الكرييتيف. الكرييتيف الكوميديان الارتجال طول الوقت. طبعا، لان انا وجهه نظري ان الكوميديان الشاطر ما يسيبش ورق في حاله، لازم يضيف، لان المؤلف مهما كتب غير خيال الكاميرا، غير خيال التمثيل، غير خيال الموقف ساعتها. المؤلف روح بيكتب الشخصيه بتبقى انت بالظبط. ليك بصمه فيها بالظبط فعلا، وبتدخل جواها. بالظبط فعلا. طيب بتصور حاليا مسلسل العمده مع محمد رمضان، ضيف شرف، خلصته ده يعني يوم. طب يعني كلمنا عن تجربتك في الشغل معاه. محمد رمضان؟ في اليوم ده، ولا ما لحقتش يبقى في تجربه لا تقدر لا، تتكلم شغلي ما كانش عنها؟ مع محمد رمضان، شغلي كان مع زينه، فنانة زينة. أنا طالع أبوها. لا لا، ما قابلتش محمد رمضان، مع بس أنا زينة. قابلت محمد رمضان السنة اللي فاتت في المشوار. في المشوار طبعا. طول المسلسل طب بنتقابل. تجربتك احكي لنا عنها. عظيمة. الحمد لله رب العالمين. برضه المسلسل ما لقاش نجاح. وواجهته ظروف كتير جدا، مش هتكلم عنها دلوقتي، بعدين يعني. بس رمضان في الشغل اتفقنا أو اختلفنا على هذا النجم أو هذا الممثل، هذا البني آدم يعني. هو في الشغل بحب شغله جدا، بينزل اول واحد، حريص جدا، كل الحاجات الايجابيه. اما عن الحاجات التانية بقى يعني هو عارف. طب تخصه طبعا الحاجات التانية. طب لو علاقتك بمحمد رمضان تسمح انك تقدم له نصيحه، ايه النصيحه اللي ممكن تقولها له؟ اسكت اسكت. اسكت. تمام. هو وشيرين المطربه، انا اسف ان انا فتحت سيره يعني. اسكت. تمام. الفنان شريف دسوقي اتعرض لإصابة خلال تصوير الفيلم اللي هو وقفة رجالة. يس. اطمنته أو أنت اطمنت عليه بعدها أو في طبعا تواصل؟ طبعا. طب هو ليه طب طلع اشتكى إن مفيش حد بيسأل عليه؟ ده كان في الأول. قبل العملية والبتر والكلام ده. ده كان في الأول لما تعب والحاجات كده. خلاص؟ كان عندنا نقطة اختلاف بس ما بين شريف، ان شريف يا حبيبي ما كانش عارف الاصابه جايه له منين، فبيلوش زي ما بيتقال يعني. خلاص. وليس احنا مش لا بندافع عن المنتج بتاع الفيلم، ولا بندافع عن المخرج بتاع الفيلم، ولا بندافع عن احداث الفيلم، ولا كل الكلام ده. لكن لو بيومي ما عنده هذا الخطا، في ماجد الكدواني وفي السيد رجب وفي ناس كتير جدا، ناس عندها قلب وحبايب وكل الكلام ده، لا يمكن هنسيبه كذا. لا، ده هو كان بيتعب وكان بيروح المستشفى وكل الحاجات ديت. بس هو شريف زعل وجاي من حاجات تانية، يعني مش بس من الإصابة، حاجات تانية تخص الإنتاج، تخص الإخراج، تخص أي حاجة أنا ما أعرفش. خلاص. عشان كده أنا دفعت عن الـ عن الـ عن الموقف بتاع الفيلم والكلام ده، قلت لا ما حصلش. ما حصلش إن في اللحظة دي حصل ده كده يعني. بس أنت انضمت لمسلسل رمضان كريم في الجزء الثاني. يس. ما قلقتش بقى إن يحصل مقارنة بعد النجاح الرهيب في الجزء الأول؟ أنا مش عامل دور كان عامله حد اللي قبل كده. انا عامل دور جديد. دور جديد. يعني مش هيتقارن بحد تاني. المقارنه الجزء التاني ما بين الجزء الاول والكلام دوت، عندك حق. مش كده اعتذرت اكتر بره، بس احمد السبكي بقى. الفن فيه واسطه. الحدود. بمعنى انا ابني مش موهوب لحد فين.